مشاهدي شاشة قناة الشروق الفضائي في كل مكان، رمضان كريم، تصومون الله تفطروا على خير، ما شاء إن شاء الله. الله ربنا يتقبل منا ومنكم آمين الصيام والقيام آمين وصادق الأعمال. آمين ما شاء الله. أهلا بكم في حكاية جديدة من حكايات مع كل الوجوه، تقدير الحكايات التي نناقش فيها حكايا الناس والأحوال الإنسانية. هذا البرنامج الإنساني الذي توقف لسنوات وعاد من جديد ليدخل المجتمع السوداني ويبحث عن القصص الإنسانية ويقدمها لكل الخيرين ورجال الأعمال والصادقين الذين يبحثون عن الأجر. أهلا ومرحبا بكم إلى حكاية جديدة. بطلة حكاياتنا لهذا اليوم الأخت زبيدة التي ترملت منذ 6 سنوات أو 7 سنوات أو يزيد، ولديها ابنة. الابنة مصابة بمرض الأنيميا. زبيدة عملت عدد من العمليات، 3 منها عملية وكانت تقوم بعدد من المهام رغم ما يحدث لها من مضاعفات المرض، إلا أنها كانت تشتغل. لكن مضاعفات العملية والمرض الدكتور منعها أنها تقوم بأنواع محددة من الشغل وفقا لحالتها المرضية. والآن زبيدة يمكن في المساء تطلع برا قدام بيتها زي ما ظاهر لكم في الخلفية، تعمل لقيمات وبتبيعها، وساكنة بالإيجار. كان عندها أخوها بدعمها لكن اختفى لكم فترة وما ظهر. خلونا مع بعض نعرف حكاية زبيدة. مرحبا بك زبيدة حبابي العشرة في قناة الشروق مع كل الوجوه التقدير. السلام عليكم. عرفينا عليك. السلام عليكم زبيدة صديق. طبعا زوجي متوفي له 7 سنين، بتبتدي عيانة، عندها التهاب رئوي، عندها أنيميا، وهو قاعدة في بيت إيجار، البيت ذاته دايرة تصليح يعني الحمد لله، ظروفه كده بالبلا، يوم بشتغل يوم ما اشتغل، راتب الحمد لله، الشكل اللي جانا يعني. طيب ارفعي لنا صوتك شوية عشان الناس دي اللي يسمعوكي يسمعوا الحكاية. أنت زوجك أول حاجة توفى متين؟ زوجي توفى له 7 سنين، حصل لنا حريق في البيت، توفى بحريق. عندي ولد برضو عمره 2.5 سنين توفى بعد أبوه ب5 يوم بسبب الحريق. ولدت بتدي بعده في أبوه ب3 يوم. كانت كتمت في السجين، وهو عندها أنيميا دي جاتها بسبب الحريق، دي ذاته التهاب رئوي وزمة عندها الأنيميا. وأنا ذاته كنت عيانة راكبة في المستشفى لمدة 6 شهور ما كنت واعية، الحمد لله هسه بقيت كويسة الحمد لله. وبعدين عاملة عملية كتاف، عندي عملية غدة. الدكتور ما نعمل كمان، كنت بغسل بكوة في البيوت، بس الدكتور قال لي ممنوع من الشيء للتقيل، هو بس البيت خليت الغسيل بعمل اللي جيمات جنب الباب. الحمد لله ما عندي زول مكافيني ولا اي حاجة، براي بطلع وصار فيه. طيب احكي لنا بعد وفاة زوجي. أيوه. انت كنت عايشة كيف بعد ما كنت قاعدة مع اهلي في البلد. الوضع هناك في البلد صعب شوية، والدكتورة قالت لي المنطقة الساكنين فيها الجو ما بتنفع عمل بناية، لازم تأجره هنا في داخل الخرطوم مشان كده. جيت هنا أول ما جيت الخرطوم سكنت وين وعملت شو؟ سكننا صوب الشريف، كنت بغسل وبكوي. بعد صوب سكنت برابع الشريف هنا لي 3 سنين. سكنا في صوب 6 سنة، جيت هنا سكنت المرابع. ساكنة في بيت بالإيجار؟ كنت قاعدة مع أختي في البيت، وأختي قاعدة في بيت نسعباتها. نهيم البيت ضيق شوية، قلنا خلاص نأجر، أجرنا قاعدين في إيجار. كان زمان قلتي إنه بدعمك أخوك. أيوة. حصل شنو؟ والله يا أخوي بس فجأة سافر الشمالي وما جاء، عارفين إنه ميت لحي يعني، ما بدعمني شوية. بس أنت بتدفع الإيجار كيف؟ اللي جار الله ياهو، بس موضع اللقيمات النساء بخدت اللقيمات وبطلع منها، طلع حق الإيجار ومصاريفه. بس والله عندي رسوم بتي حق المدرسة ذاتها ما دفعته ليها. هي عمرها كم؟ تقدر سنتين؟ عمرها 7 سنين في أولى. سنة أولى؟ أيوة. والله الرسوم ما دفعته. أيوة وسيد البيت ذاته وسيدين من محر 3 شهور، والله ما ساعدني جزاه الله خير، لكن يعني قلت له بحاول أجيب لك إن شاء الله. البيت رسوم 10. أيوة. كل شهر؟ أيوة. أنت معجزة في الإيجار 3 شهور؟ أيوة. 3 شهور يعني الحمد لله. والله السنة حاليا عيانة لي كم يوم بشكي وما قادرة أمشي الدكتور، يعني
الحمد لله. وبالتزات المقابلة جات، بتقابل في مستشفى عاسية بتقابل كله كام؟ كل شهر، كل شهر كل بتقابل شهر مستشفى بتعمل. عاسية؟ أيوة نعم، بتعمل فحوصات كل شهر. قاعدين نقول لادم؟ أيوة بس الشهر اللي فات دي ما قالوا لا، قالوا لي بنديها راحة شوية من الأدوية، بس حوديها 15 رمضان إن شاء الله. هي أيوة من 200 بتتعالج، والله من عمر 40 يوم بتعالج. هي برضو تأثرت بالحريق. هاي بالحريق، السبب كله سبب الحريق. كانت عندها مشكلة في الرئة، بدي تعبانة، كانت في غيبوبة 3 شهور بس، لكن الحمد لله بقت كويسة يعني الحمد برضو لله. شايف نمو ضعيف شوية، أيوة نعم قابلت بها أخصائي فيما يلي موضوع الوزن ده. والله، كانت دكتورة قالت لنا، الدكتورة ذاتها اسمها عاسية قالت لنا سفروها مصر، ما مصر المهم الحمد لله ما قدرنا، مش أنا الظروف اتعكست شوية بس تابعنا مع عاسية الحمد لله، يعني ما عندنا استطاعة عشان نوديها برا. هذا الحاصل مستواه في كله المدرسة كيف؟ والله الحمد لله ما بطال، الحمد لله ما بطال، مستواه كويس. جرت الروضة الروضة أيوة دخلت الأولى سنتين المدرسة، ولا ثلاثة؟ سنتين، سنتين في الروضة يعني. الروضة ذات يوم تمش وتاني بعد أسبوع مرة عشان عيانة، الليلة مشت كويسة بكل اللازمة بتقوم عليها يعني الحمد لله. هسي بس بتداوم في المدرسة عادي، تمشي أسيب كل يوم؟ قاعد تمشي كل يوم، مرات بتغيب أسبوع، مرات يعني على حسب جسمها المرض تقوم عليها. بس قبل 3 أيام كانت عيانة، قابلتوا بيها؟ لا لا ما وديتها ما لسه عرفتي. مقابلتها لسه بعد 15 يوم، 15 رمضان. انت هسه الان مصدر رزقك الوحيد يا انه هو بس اللي جينا. اللقيمات اللي قدامك دي، أيوة نعم والله كان ما عندي حاجة الحاجة دي يعني المسا بس بس مش كده؟ الحمد. أيوة لغاية الحمد بتقدري لله تشتغلي حاجة تانية انت؟ والله ما عندي معنى، لو شغل خفيف بشتغل، بس الدكتور معناه انه شغله تقيل يعني مثلا. عشان الحتاج. ايوه مثلا اللي قلت لي كشوب بوتيك اي حاجه بشتغل عشان ما شغل خفيف عشان اقدر اساعد نفسي. الحاصل كله موضوع اللقامات المسا ده بيغطي لك احتياجاتك؟ والله الحمد لله بجاسي فجاي جاي بسوي الحمد لله هذا حاجة. طيب انت بتعرفي تشتغلي شنو؟ والله أنا بشتغل شغل مثلا لسه قلت لك شغل بوتيك دكان أي حاجة يعني، حاجة كده خفيفة عشان ما تعسر عليا. جربتي تشتغلي غير اللقيمات دي حاجة؟ والله كنت جربت بعمل الصينية فول وتسالي كده، وإذا عينت قابلة برضه اتدربت 3 شهور، ومهم تاني مع الانقلاب ده خليت يعني الموضوع ما مشت كويس. تعيينك ما تم، أيوة عشان كده حاصل كله ما لقيتي حتات بتاع البوتيك ولا كل تشتغلي فيها؟ والله مليت. أيوة مليت مليت انت بس فكرتك شنو يعني في الشغل؟ يعني بتعرفي تشتغلي شنو؟ اذا لقيتي زول وفر لك حاجه والله تقدري إن شاء الله تعيني بها بوتيك، المحل. بوتيك إن شاء الله كشف أي حاجة، بوتيك ولا طبلية. بوتيك وعندي طبعا. الحاجة المهمة هو بيتي ده في الخريف كعبة شوية بالصبح يعني، لو لقيت زول ساعدني يصلحها قبل المطر العرش فوق. البيت ذاته محتاج صيانة. أيوة البيت محتاج صيانة، شنو ناقصك في البيت؟ البيت والله بس العرش، العرش تعبه، العرش تعبه. والأساسات برضو شايف ما مكملة، ما عندك أيوة أساسات. والله ما عندي أنبوبة ولا لي أنبوبة غاز، الحمد لله بشتغل بالفحم مرات بالحطب الحمد لله، مش ما عندي مروحة، عندي مكيف يعني بس عبرين الحمد لله. دي كلها محمية، لكن بس أهم حاجة البيت الخريف. بيت في الخريف. أيوة العرش كعبة. فتشت بيت إيجار ما لقيت لي إيجار رخيص، قال لي إيجار 150 كده يعني ما هنا بقدر في دل. المنطقة دي أيوة نعم هذا الإيجار المختصرة شركة دي باقي عليها. أيوة تشتغلي كم يوم في الأسبوع؟ والله أنا الأسبوع كله شغالة بس إلا الجمعة. كل الأسبوع. أيوة إلا الجمعة مش شغل جنب الباب يعني. والله مرات اللي جاي ما زال مرات تغطي مرات ما تغطي يعني الحمد لله، الجيران جزاهم الله خير ما تقصروا معي ما تقولوا يسوي انت يعني في البيت هنا ما معك زول، لا انت وبنتك بس بس. انا وبنتي. ايوه ايوه برانا دي حالة خطنة زبيدة دي في مرابيع الشريف، زي ما حكت تعيش
في البيت وحيدة، زوجها بتوفي من 7 سنوات، كان يساعدهم بين الحين والحين شقيقة، لكن له سنتين أو أكثر اختفى ما عارف اللي هو أي مكان، وهي ظروفها الصحية ما بتسمح لها تشتغل أعمال شاقة. جربت كانت تشتغل غسيل ومكوى في البيوت، لأن بسبب العملية والفتاق منعوها من إنه تشتغل. الآن بتعيل نفسها وبنتها من خلال الجيمات اللي بتعملها كل يوم قدام البيت. يمكن الحاجة الأكثر تأثير معها إن بنتها ذاتها هي مصابة بأنيميا وتقامل بصورة مستمرة، بالحالة معروضة قدامكم. ممكن تصلوها في المرابع الشريف خدمة زبيدة صبي، حتى بيتها عارش بتاعه ما مكتمل، ولا في الأثاثات يعني ممكن تعين علينا تعيش حياة سوية. محتاجة منكم العون، محتاجة المساعدة، أي زول يقدر يساعده ممكن يصلي في البيت ويقف على الحالة بنفسه من خلال وصوله لإدارة الإنتاج في البرنامج، يوصلوه لحد البيت في المرابيع الشريف، يشوف البيت بنفسه ويقدر عليه ويقدم في النهاية الخير في أمة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. اللي بيقدر يقدم مواد عينية، اللي بيقدر يساعده بأي صورة من الصور، أو حتى يقدر يعالجه أو بيتها أو يتكفل لها بالمقابلات الدورية والتأمين الصحي، أو يعني أي عون بيقدر يقدم لزبيدة الصديق. زبيدة نحن يعني وصلنا معاك لنهاية حلقتنا دي، إذا في حاجة لسه ما قلتيها أو كلمة حابة تقوليها تاني لكل الناس اللي بتشوفنا. لا والله ما عندي حاجة، بس بالنسبة لقصة العرش وكذا البيت يعني لو في زول يقدر يساعدني، وسيد البيت ذاته وعرض البيت ده اللي جار كان مضغوط في قروش وكذا يعني، يعني ما عارفة هسه لو باع كمان خلاص يعني شوية الليل بيعه، ما عارفة هاي يبيعه ولا ما يبيعه. هو عارض بيته للبيع. أيوه عارض بيته للبيع. انت فتشت الإيجار ثاني ما لقيته؟ والله أنا فتشت قعدت ألقى، لكن الإيجار غالي يعني، قال لي إيجار 50 60 100. أيوة قال لي إيجار 150 60 كذا يعني، ما في إيجار أقل له. زبيدة ده مبلغ مالي مقدم من معاناة الشروب، عسى ولعل يعينك انت وبنتك في انه تقدري تفتحي المشروع اللي انت عايزاه، او يعمل لك مشروع صغيروني تقدري تساعدي بيه نفسك وتساعدي بيه بنتك في مصاريفها وفي رسوم مدرستها، وانت زي تعملي مقابلتك. وان شاء الله الخيرين في البلد اذا تواصلوا مع اداره البرنامج يقول لحد عندك وتقدري تعملي مشروعك، كتر خيرك ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يعينك ويشفيك انت وبنتك. اللهم امين ان شاء الله، جزاكم الله خير، ان شاء الله ربنا يجزيكم الف خير. يا دي كانت حلقتنا اليوم الليله، والحاله والقصه لاختنا زبيده اللي بتعاني من المرض، هي بنتها الصغيره واللي بتعيش وحيده في مرابع الشريف، اللي كمان بيعاني من امراض مختلفه، بنت صغيره اللي بتعاني من انيميا. ولعلكم شفتوها في بدايه الحلقه، زبيده عامله عمليه غده الفتاق وممنوعه من الاعمال الشاقه. كل اللي بتقدر تعمله انه تعمل لجيمات تلمسها في بدايه الشارع او قدام البيت، وساكنه بالايجار وعندها مقابلات بصوره مستمره هي وبنتها، وعندها رسوم بنتها المدرسه وبيتها محتاجه على التاهيل. ان شاء الله نلقاها في المره الجايه وهي افضل حال، كل الشعب السوداني بحالة أفضل. نهاية حلقة اليوم، مع كل الود والتقدير لكم جميعا، في أمان الله.